تم دمج تطبيق خرائط جوجل بالذكاء الاصطناعي، قم بتحديثه فورا. في الماضي القريب كنا نعرف حالة الطرق وحركة المرور في طرق وشوارع العاصمة والمدن الكبرى من خلال برامج الإذاعة الصباحية ونشرات الأخبار، حيث حتى يسهل علينا اختيار أسهل وأسرع طرق، لكن الهواتف الذكية قدمت خدمات أفضل لمعرفة حركة الطرق والمرور. ولعل أشهر وأفضل هذه الخدمات هي خرائط جوجل التي لا يستطيع الكثيرين الاستغناء عن خدماتها. فكيف تعمل تلك الخرائط وكيف تعرف الحالة المرورية في العالم في نفس اللحظة؟ لا تقوم خرائط جوجل بتحديد المواقع فقط، بل تساعد المستخدمين في معرفة حالات طرق ومعرفة أقصر طرق للوصول إلى وجهتهم وقياس متوسط الوقت اللازم للوصول، وذلك عن طريق معلومات يتم جمعها بشكل لحظي. وكانت خرائط جوجل حتى 2009 تستمد تلك المعلومات من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تثبتها الشركات المعنية بإدارة ومراقبة الطرق، والتي لم تكن متاحة سوى في الشوارع الرئيسية بالمدن الكبرى. لكن بدأت خرائط جوجل بعد ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بحركة المرور وحركة الطرق من مستخدمي التطبيق أنفسهم. فبمجرد سماحهم للتطبيق بتتبع مواقعهم الجغرافية، يقوم التطبيق بحساب متوسط المسافة التي يقطعونها من مكان إلى آخر باستخدام طريق معين، وبسرعة السيارة ومن تحليل هذه البيانات بواسطة حواسيب ضخمة وباستخدام خوارزميات كثيرة، يستنتج التطبيق حالة الطرق والحركة المرورية في الوقت الفعلي. لذلك إن قام جميع المستخدمين بمنع الأذنات عن تطبيق الخرائط، فقد يصبح تطبيقا عديم النفع لأنه لا يجد بيانات مغذية يعمل عليها. وقد قام رجل منذ فترة بعمل تجربة لإنشاء اختناق مروري مفبرك بواسطة استخدام مجموعة كبيرة من الهواتف، حوالي 1000 هاتف مثلا في عربة واحدة، مما أوصل تطبيق أنه يوجد 1000 سيارة في هذا الشارع. فظهر على التطبيق أن هذا الشارع مزدحم، ويتم تمثيل الحركة المرورية على تطبيق خرائط جوجل ببعض العلامات والألوان الدلالية، هي الأخضر والبرتقالي والأحمر، حيث يشير اللون الأخضر إلى انسيابية حركة المرور، ويشير اللون البرتقالي إلى حركة مرور معتدلة تعاني بعض الازدحام، ويشير اللون الأحمر إلى وجود ازدحام واختناقات مرورية. تم تحديث خرائط جوجل بميزتين رئيسيتين جديدتين: عرض غامر للطرق واعتماد أكبر للذكاء الاصطناعي في التطبيق. نعم، تواصل جوجل الرهان على الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، والآن حان دور الخرائط. تهدف أحدث تطورات في الذكاء الاصطناعي إلى تحسين تفاعل مع تطبيق. ما تسعى إليه جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعي في خرائط جوجل هو السماح للمستخدمين بالحصول على أفضل تجربة دائمة، والعمل لتحقيق ذلك شاق في الواقع. ما سيفعله الذكاء الاصطناعي في خرائط جوجل هو إجراء تحليل شامل للصور المنشورة من أجل إظهار ما يبحث عنه المستخدم دائما. يعتمد تطبيق الذكاء الاصطناعي في خرائط جوجل بالكامل على تطبيق العملي. عند البحث عن عناصر داخل التطبيق مثل العناوين أو المعلومات حول المنشآت، قد تنشأ مواقف تكون فيها النتائج غير مرضية. تريد جوجل وضع حد نهائي لهذا النوع من المواقف، سيعمل الذكاء الاصطناعي في خرائط جوجل بطريقة تجعل كل ما يتم البحث عنه، الصور الفوتوغرافية في الوقت الحالي، سيحصل على النتائج الأكثر ملائمة. ميزة أخرى لتحديث خرائط جوجل هي العرض الشامل الجديد لطرق. إن العرض الغامر في حد ذاته ليس شيئا جيدا، ولكن تطبيقه على مسارات هو شيء لم يتم رؤيته بعد. الآن يتم تصوير المسار الذي يتعين عليه السفر فيه بالكامل داخل التطبيق. إن نظرة الغامرة لطرق هي أكبر حداثة في خرائط جوجل، ولكنها لا تصل إلى جميع البلدان حاليا. في الواقع لا يوجد سوى عدد قليل من المدن المختارة. ستضيف جوجل المزيد من المدن خلال الأشهر القليلة المقبلة. شكرا لاستماعكم، في حفظ الله.